اوعى تخاف انت عارف. فكل مرة وقعنا فيها في مشكلة او حتى كارثة كنا متخيلين ان الايام دي مش هتعدي، بس عدت. عد علينا اعصار وزلزال 92 وانفلونزا الطيور وثورة وانفلات امني وثورة تاني، بس الحقيقة ان كله عدى ورجعنا لحياتنا الطبيعية من تاني. صدقني اوعى تخاف. طب تعالى نحسبها حسبة تانية. انت عارف ان لغاية النهاردة نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا هي 4% بس من اجمالي عدد المصابين. وبعدين عايز اسألك سؤال، هو انت ليه متشائم؟ يا عم لا قدر الله الفيروس جالك، مش ممكن تبقى من 96% اللي تمثلوا الشفاء او اللي تعالجوا بالفعل ورجعوا لحياتهم الطبيعية تاني؟ تفائلوا بالخير تجدوه. وبعدين اصلا في احتمال نسينا نفكر فيه، هو ان الفيروس ما يجيلكش اصلا. ساعتها بس هتندم على كل الوقت اللي عدى منك وانت كنت خايف. خلي بالك على نفسك، التزم بتعليمات وزارة الصحة وتعليمات رئاسة الوزراء واقعد في البيت، بس من غير ما تخاف. صدقني الخوف مش بيمنع الموت، الخوف بيمنع الحياة. قول عجبت لمن خاف، أي واحد يخاف من أي حاجة. عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.